ما كتشوفوا الحريق في واحد المقهى هنا مشهوره في مدينه مكناس، وكاين بعض الاسعافات الاوليه اللي تيقوموا بها مشكورين رجال الوقايه المدنيه في وسط السياره، رجال الامن حتى هما واقفين باش يفتحوا الطريق، رجال الوقايه المدنيه هما في القهوه الداخل عاوتاني تياخذوا الاجراءات القانونيه ديالهم. التحاق سياره الشرطه حتى هي هنا الرونفور، رجال الوقايه المدنيه كما كتشوفوا كيديروا اسعافات كل ما ممكن انه يسبب، يعني اللي ممكن انه يسبب في الحريق. فتحيه للوقايه المدنيه على العمل الكبير اللي قاموا به والحضور ديالهم صراحه وتجنب الاسوء ولله الحمد.